بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ العمل في شركة مكة سمارت للتدريب من مصر، وهي شمس للتدريب. سوف يكون عملنا للتعريف بالدوري العالمي في سباق أبطال الابتكارات، ونرى في هذا الفيديو هناك من أعمارهم 20 سنة أو أكثر أو أقل دخلوا هذه المسابقة العالمية، وهي موجودة من 8 سنين، ولكن كثير من الناس لا يعرفون عن هذه المسابقة. هذه المسابقة اللي هي The Pioneer Tournament، أي دوري سباق الأبطال، هي عبارة عن فرق عالمية في 6 قطاعات من العالم: أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وأيضا في آسيا وإفريقيا وشرق آسيا وأوروبا. فالمتقدمين للمسابقة يختار أول 5 من كل قطاع من العالم للتصفيات، ف5 × 6 = 30، فهذول أبطال العالم، ويمنحوا منحة مقدمة من المسابقة، يعني مثل الكأس، $100 دعم، $100,000 دعم للفائزين. الفائزين ممكن يكونوا من 30، 10 أو أقل. المسابقة مفتوحة، ونحن شمس للتدريب بدأنا العمل، ولكن لن نكون في وسائل التواصل، سنتعامل مع خارج وسائل التواصل، يعني خارج يعني مع أرقام التلفونات والإس إم إس. يعني ممكن تجيك رسالة اس ام اس للتقديم. في العموم طبعا يبدأ العمل الرسمي كشركة، سوف تتأسس ايضا لاستمرار المسابقة، ولكن خارج عن هذه المسابقة او استمرار الدوري. والهدف أو التاريخ المعين هو في جون 30، 2022، يعني باقي لنا حوالي عام. في هذا العام سوف نتواصل مع، يعني في تقريبا 40 أسبوع، نسجل 30 كل أسبوع في معدل، يعني 30 × 40 1200 ليتم دعمهم لدخول المسابقة. طبعا الدعم الآن والعمل مجانا. في 2022 ممكن نخلي الاشتراك ب$100. الآن مجانا، لكن نحن مستهدفين فئات معينة، يعني نحن نتواصل مع الناس. هذا الفيديو موجود على اليوتيوب صحيح، لكن يجب ان نحن نتواصل مع الناس، ومستهدفين الاطباء او كل من يعملون في مجال الطب لدعمهم. وتوقعاتنا انه يفوزوا 10،
هنا يصبح مليون دولار، يعني 10 يفوزوا بجائزة 100,000. وإن شاء الله التقديم يكون لهؤلاء الجدد ودعمهم في التقديم بعد ما تنتهي هذه المسابقة اللي هي الموجودة أمامنا. الآن نحن قدمنا الأسبوع الرابع، باقي أسبوعين للانتهاء من المسابقة. وأهم شيء إنه جميع الفرق وجميع يسجلوا في المسابقة بعنوان معين، وسوف نمنح جميع المتسابقين إيميل خاص بالشركة، يعني إيميل خاص بالشركة من خلاله نتواصل مع المتسابقين لدعمهم في دخول التسابق اللي هو بعد تقديم المشروع. كل أسبوع مطلوب إنجازات حسب المسابقة، ونحن نوجه في التحديث الأسبوعي، يعني أهم شيء التحديث الأسبوعي حتى يحصل على نقاط أو يحصل على مستوى ممكن يصل إلى الخامس في ال 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 في منطقة آسيا، يعني في منطقة الشرق الأوسط. طبعا نحن بنتواصل حتى مع الفائزين وبنحاول ندعمهم، يعني شركتنا بتتواصل مع اللي أخدوا 100,000، وفي هذا الفيديو في عينات منهم 2 بس عددهم كبير، أكثر من 100 موجودين. طبعا كل المعلومات هذه سيتم التدريب عليها للمتقدم، يعني بمعنى باختصار المسابقة هذه كأنها بتدي دعم للفكرة 100,000 دولار. وإن شاء الله من يكون معنا سوف نحرص إنه يفوز، يعني ندخله بإيميل تاني وبكذا حتى يفوز، لأن المسابقة مفتوحة، مكتوب انفينيتي انفينيت تورنمنت، يعني مفتوح، المجال مفتوح، يعني تبقى انت في التسابق ال5 اسابيع، ممكن تبقى تتسابق حتى مع نفسك، يعني تنزل تاني بتحديث وتستمر 10 اسابيع او 15 اسبوع. طبعا نحن ندعم الشخص على طول في كل الأسابيع. التكلفة طبعا نحن ما نحتاج، لأنه نحن كأنه المشروع صار تابع الشركة، فنحن نهدف للتمويل، يعني المشاريع الناجحة سوف نشرف على تمويلها. برضو هناك تمويل يصل إلى 1,000,000 دولار أو شراكة يعني في المشروع. وطبعا نحن بناخذ المتسابقين لمشاريع ما هي سوفت، يعني ما هي تكون هاردوير، يعني مبيعات وحاجات ملموسة في الصناعة، في ابتكار أشياء جديدة. والمجال تقريبا مجال التعليم واللونجيفيتي، أي استدامة أو طول العمر للإنسان، وأيضا الاختراعات، وهذا في أشياء جديدة تتناسب مع ما بعد الكورونا، لأنه تغير في العالم كله حتى التعليم والتأهيل والتدريب إلى تدريب عن بعد. ولكن شركتنا تدريبها عن بعد ليس عن طريق
الإنترنت أو عن طريق الواتساب أو عن طريق كذا، لكن عن طريق الرسائل، عن طريق الاس ام اس. وأكتفي بهذا القدر، وكل أسبوع سيكون هناك فيديو على قناتنا MCH Smart، يعني معلن، فيديو معلن في اليوتيوب. طبعا نحن القناة يعني غير ربحية، يعني ما بنحط إعلانات، وهناك كثير من الفيديوهات المفيدة في القناة وما عليها إعلانات. طبعا نحن بنهدف كمان إلى إنه تكثر المشاهدة، على حتى نقدر نمولكم على الفيديوهات. في فيديوهات كثيرة، أكثر من 500 فيديو، فيها تقنيات وفيها نظرة إلى المستقبل، وكيف إن المستقبل يكون يعني يزيد دخل الفرد ولا يؤثر عليه. وشكراً.